محمد الخياري في شخصية ثراتية الزطاط، عنوان سلسلة تلفزية للقناة الثانية، تصور حاليا في قصبات ورزات المدينة التي تسترجع نفسها السينمائي بعد ركود فرضته الجائحة. الحياة تعود ولو تدريجيا إلى ورزات. نزاب عزيزي والحسن بالعلم. داخل إحدى قصبات ورزازات تصور السلسلة المغربية زطاط، سلسلة تحكي عن شخصية زطاط الذي كان قديما وعبر التاريخ يؤمن تنقل القوافل من منطقة إلى أخرى. ونسيبتك ديما تضحك عليك وجينا مشاهدين فيك. تاريخي بالمفهوم ديال الزطاط، ولكن ماشي محددين فيه حقبة تاريخية معينة، لأن الزطاط قديمة يعني دوزات شي دو سياكل ولا تروا سياكل ولا يمكن قبل أكثر كاع، إنما احنا ما حددناش الحقبة التاريخية، خلينا في إطار لافيكسيون، في إطار الفونتاستيك، من خلالها حورنا ورديناها على أساس أنها سلسلة كتجمع ما بين هو درامي وما بين ما هو كوميدي. في قالب درامي وكوميدي تدور أحداث الحلقات 15 من السلسلة، كل حلقة مدتها 52 دقيقة. نخبة من الممثلين الرواد والشباب يشاركون في هذه السلسلة. واحد البشا اللي هو قبيح شوية وطاغي، ويعني كيستغل السلطة والنفوذ ديالو. أكيد أن تصوير فرزازات تبقى بحال واحد السابقة بالنسبة لي في مشروع مغربي، واستغل لنا الفرصه انه كاين هنا مواقع وديكورات زوينين بزاف. هو قاضي اللي كيكون دائما مع الباشا في هذا المسلسل، هذا دور جديد بالنسبه لي. مزيان سي بون، تصوير في ورزازات شيء جميل جدا، ونتمنى كاع جميع الشركات اللي يهتموا شويه بالتصوير في ورزازات، لان فيها ما يدار وفيها ما يتشاف. حوالي 4 أسابيع من التصوير في ورزازات ينتقل بعدها فريق العمل إلى فضاءات أخرى كالمناطق الغابوية والساحلية. مسلسل ينتج للقناة الثانية.